مرحبا، معكم كارمن شماس، واليوم بدي احكي عن الاربعاء 29 ايار مايو. اليوم القمر مرافقنا من برج ناري برج الحمل، والاجواء اليوم حلوه للابراج الناريه بالطليعه مواليد برج الحمل يلي صار لهم 3 ايام ناطرين، مواليد برج الاسد وكذلك مواليد برج العقرب مواليد برج القوس. فكيف رح بيكون نهارنا؟ البدايه مع برج الحمل يلي اليوم نهاره ولعان، اليوم انت مولعه، اليوم مولود برج الحمل قادر انه يغير ويدخل لحياته تغييرات كبيره ومهمه، مش عم بحكي عن اشياء بسيطه، في اشخاص فعلا في عندهم قرارات حاسمه وكبيره حابين انه ياخذوا القرار ويغيروا اشياء بحياتهم. فاليوم نهار مهم جدا لجميع مواليد برج الحمل، ويبقى عليكم تختاروا مصلحتكم تحطوها فوق اي شيء اخر، اي اعتبار اخر، وتنقوا وتفكروا لبعيد. اجواء ممتازه بترافقكم اليوم وبتحملكم الكثير من الحظوظ بشكل خاص لمواليد اذار مارس، بالاضافه لمواليد 10 و11 نيسان ابريل. اصلا كل المواليد برج الحمل اليوم محظوظين. بنتقل لبرج الثور. اليوم مولود برج الثور بتهدى الامور عندك، فاليوم نهار ما تتوقع انه الامور تركض ركض او تحصل على اللي انت بتريده، بالعكس تماما هيدا النهار رح بتلاقي حالك انه قاعد ناطر وناطر جواب، ناطر يوصل التشيك، ناطر انه تنزل على البنك المصرف وتلاقي حساباتك. اليوم نهار معقوله ياخرك وبده ينطرك وبدك تنطر فعلا، وعلى الارجح بدك تنطر ليوم الجمعه. الاجواء اليوم بتقول لك انتبه، انتبه من المحتالين، انتبه ما تضيع اغراضك، انتبه ما تضيع مصرياتك، انتبه ما حدا يحتال عليك، انتبه من التاخير، وانتبهوا بالمدرسه او بالجامعه ما تتسرعوا او ما تسهوا، لانه معقوله تخسروا، ففتحوا عينيكم ودينيكم كثير منيح. الاكثر تعبا 24 و25 نيسان ابريل. بنتقل لبرج الجوزاء. اليوم مولود برج الجوزاء بيلاقي هنالك الكثير من المحفزات او الحوافز يلي بتساعده، يلي بتخلي اليوم مولود برج الجوزاء يكون انسان واعي على وضعه الاجتماعي المالي الدراسي، بيهتموا بحالهم وبيهتموا باصحابهم. واليوم مولود برج الجوزاء بيعتبر انه الاصدقاء ووجود الناس من حولكم هو شيء مهم جدا، ومعكم كل الحق. اليوم برجع بكرر مثل ما دائما بقول انه ايد وحده لحالها ما بتزقف، فاليوم مطلوب من مولود برج الجوزاء انه فعلا يدور على الصديق او على الزميل او على الاشخاص اللي بيعرفوا، لانكم اليوم انتم بحاجه الى مساعده، فما تبقوا لحالكم ابدا، بالعكس تماما الاجواء رح بتكون فرحه بالنسبه لكم. الاكثر حظا 11 ل 13 حزيران يونيو. كمل مع برج السرطان. بالنسبه لبرج السرطان اليوم بعتبره نهار مهم، نهار مهم، لانه هيدا نهار وكانه سمعتكم على المحك، وكانكم انتم مطلوب منكم تكونوا جاهزين حتى لاشياء ما بتعرفوها. بينطلب منكم مسألة ومطلوب منكم انتو تكونوا جاهزين لها، او هيك بيتوقعوا منكم، فبدكم تكونوا سريعي البديهة بشكل انه تطلعوا ربحانين وما نكون مزعلين حدا، فكونوا منتبهين لهالنقطة. وكأنه حدا عم يمتحنكم امتحان دروب كويز، وكونوا اكثر شيء منتبهين من المشاكل، من السرعة، من التسرع. مواليد خلينا نقول مواليد 30 من حزيران يونيو 1 تموز يوليو. بنتقل لبرج الاسد. اليوم بعتبره نهار جيد جدا، من الايام الاكثر حظا بهيدا الاسبوع، من الايام يلي بتسمح لمولود برج الاسد انه يطل من الباب الواسع الكبير. الابواب بتفتح على مصراعيها وبتقول له لمولود برج الاسد تفضل فرجينا شطارتك. والاجواء اذا حلوه لمواليد برج الاسد، ايجابيه، تتقدم فيها خطوات كثير كبيره اذا انت جاهز، وحتى بتجرب تاخذ خطوه وعلى الارجح هيدي الخطوه بتنجح، فما تخافوا من شيء مواليد برج الاسد، بالعكس تماما تقدموا قووا قلبكم، الاجواء حلوه وبتخلي وبتسمح لمولود برج الاسد انه يكون الشخص المناسب في المكان المناسب. فكونوا جاهزين لاي شيء وقووا قلبكم. نهار حلو لتتصالحوا مع اصحابكم، مع زميلاتكم، لترجعوا تصلحوا اخطائكم، تعتذروا.
كلكم محظوظين بشكل خاص مواليد تموز يوليو 13 14 و15 اب اغسطس. بنتقل لبرج العذراء. مولود برج العذراء بعد ما مرقوا عليك 3 ايام ما كانوا سهلين، زعجوك، عذبوك، تعبوك، قهروك، ظلموك. اليوم نهار نوعا ما في تصحيح لبعض الامور، يمكن انت منك لحالك، انت منك لحالك ترتاحي، تتنفسي السعداء، بتقولوا يلا معلي مشي الحال. بتلاقوا انه منا هالقد ضخمه. يمكن تندموا على خطا كبير عملتوه، على كلمه كنت عم بقولكم انتبهوا ما تزعلوا حدا. الاجواء اليوم معقوله تسمح لكم انكم تلاقوا تسويه، تتصالحوا مع هالناس او تصالحوا مع حالكم، جربوا معقوله تزبط معكم. بتبقى المواليد يلي عندها حظوظ على الارجح بتزبط معها، مواليد 27 28 اب اغسطس 12 ل 16 ايلول سبتمبر. بنتقل لبرج الميزان. بالنسبه لبرج الميزان اليوم نهار بحطك في موقع كتير مهم. موقع كتير مهم هو موقع فيكون موقع انتصار، موقع لقاء، موقع لحتى تنضم إلى مؤسسة أو إلى شراكة عاطفية أو غيرها. نهار يمكن يحطك أعصابك وتحس حالك أنه نتفة متوتر، لكن لأنه الشمس موجودة برج الجوزاء أنت اليوم شخص فيك تكون ناجح، فما تخافوا كملوا أو قلبكم ناقشوا، لكن دائما ناقشوا الأمور بدبلوماسية لأنكم هيك بتقدروا تنجحوا وتكونوا الأنجح بين الكل. الأوفر حظا مواليد 29 و 30 أيلول سبتمبر. كمل مع برج العقرب. اليوم مولود برج العقرب يمكن يشعر أو حاسس حاله من الصبح أنه رايح بالقوة على شغله أو على مدرسته. يمكن يكون تعبان، تعبان نفسيا، يمكن تعبان جسديا، يمكن سهران مطول السهرة فحاسس حاله اليوم تعبان، لكن ما بتقدروا تهملوا أولوياتكم. أولادكم يمكن عندهم واجبات مهمة فبتكون تحمسون تنشطون، يمكن رايح الشغل عندك مواعيد، يمكن تعبانين عندكم أمور صحية يمكن تتابعوها. فانتبهوا اليوم نهار لمولود برج العقرب محير شوي، متعب شوي ومتطلب شوي، مش بالضرورة يكون سلبي. تبقى مواليد 8 9 و 10 نوفمبر تشرين الثاني الأوفر حظا، بينما الأكثر تعبا هي 28 و 29 أكتوبر. بنتقل لبرج القوس. بعد خلافات وتعب مرقوا بثلاث أيام اللي مرقوا الأحد اثنين وثلاثة، اليوم مولود برج القوس شخص فيكون شخص مبدع. حتى ولو تعذبت بثلاث ايام اللي مرقوا، اليوم فيك تبدع، فيك تكون ناجح، فيك تكون عنصر مهم جدا بمحيطك، بعملك، بمدرستك، وين ما كنت. الاجواء اليوم عند مولود برج القوس تبشر بنجاح، تبشر بعقد، بصفقه وبراحه، بطمانينه وايضا بمصالحه، بحب او بالفه. هنالك تعاطف جدا مهم معك. كلكم محظوظين بشكل خاص مواليد نوفمبر 12 ل 14 ديسمبر. كمل مع برج الجدي. مولود برج الجدي اليوم بيلاقي حاله غرقان بمتطلبات العائلة، متطلباتك انت، متطلباتك الشخصية بتغرق فيها، يمكن مستعجل، يمكن متهور، ما عم تقدر تركز. خذ نفس عميق، عد للعشرة بعدين تحرك. حلو تعرف من الصبح، من هلأ تعرف شو هي واجباتك ليوم الأربعاء. ما تروح مطمش أو رايح أنه يلا الصدفة هي بتلعب الدور، ما تمشي على الصدفة. اليوم رتب أوضاعك، رتب نفسيتك، خلي البسمة على وجهك، روح قبل بوقت، وهيك يا جبل ما يهزك ريح. الأكثر حظا 26-27 ديسمبر. بنتقل لبرج الدلو. اليوم مولود برج الدلو بعتبره من الأشخاص اللي فعلا هن دقيقين بشغلهم، بعملهم ناجحين، ما حدا قدكن، بتلاقوا الخطأ لما غيركم ما بلاقيه. مواليد برج الدلو انتو اليوم أشخاص ناجحين جدا، تتوفقوا بعملكن بشغلكن شو ما كان نوع شغلكن، بتلاقوا الأجوبة، بتلاقوها على الطاير، وبالتالي انتو اليوم بتنجحوا بمنافسات شفهية كتابية شو ما كانت. التواصل عندكن اليوم مهم، ديناميكي
وبيوصلكم إلى الحل. فما تخافوا لا من امتحان لا من لقاء لا من مواجهة، ودايما بالدبلوماسية بتقدروا تنجحوا اليوم بتفوق. نهار ممتاز. الأكثر حظا 26 27 و 28 كانون الثاني يناير. بنتقل لبرج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت اليوم بده ينتبه مولود برج الحوت على بعض القصص يلي بتزعجه، إن كانوا أشخاص إن كان ناس بتقربكم الناس غربة. اليوم في بعض الأشخاص وكأنهم عم بيقيموكم يطلعوا فيكم من فوق لتحت، أو بيحاولوا يسألوكم كم سؤال وكأنهم عم بيجربوا يكتشفوا إشي عنكم. فحاولوا اليوم مواليد برج الدلو تكونوا واثقين من نفسكم، ومن الصبح تاخدوا قرار انه انتو شو ما صار قادرين انكم تواجهوا الامور بثقة، واثقين من حالكم من شغلكم، وقادرين اليوم انكم تدافعوا عن حالكم بكل هدوء وبكل رواق. بعد موالي برج الحوت عندهم مصاريف للاهتمام بحالهم او ببيتهم او باحد افراد العائلة. الاكثر حظا 10 ل 12 اذار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم هيدي سنة تتعرفوا فيها على الكثير من الفرص والاحتمالات لحتى تكونوا أشخاص عندكم خبرة عندكم طاقة عندكم موهبة عندكم كفاءة، لحتى لما توصلكم الفرصة المناسبة تكونوا جاهزين. هذه سنة حلوة أيضا لتتعرفوا فيها على كثير أشخاص مهمين بيساعدوكم في لحظة معينة خلال هذه السنة. حزيران يونيو تموز يوليو آب أغسطس أكتوبر وشباط فبراير هني أفضل الأشهر. بدي أتمنى لكم نهار كتير حلو. ما تنسوا الأبراج اليومية بتطلع كل يوم الساعة 6 مساء بتوقيت بيروت. الرجاء الاشتراك بالقناة. باي باي.